يا نشأة حماد اتجنن خلاص. لا لا انا استحمله ليه؟ وانا هلاقيها منه ولا من البني ادم ده اللي اسمه زناتي؟ حماد اقفل دلوقتي اكلمك تاني، بس اوعى تنام. ها يلا سلام. تشرفت يا حلت امك. اكيد قصدك على ابني مش كده؟ لا ما تخافش، حلت امه اللي هيعرف يروح ولا يجي. بينا حلوين اهو بنشيل سلاح. نزل سلاحك يا لطفي. يا عال انت عاوز مني ايه؟ دلوقتي عايز منك ايه؟ ما انا جيت لك زمان لحد عندك في البيت، فتحت صدرك عليا وطردتني. وريني بقى دلوقتي هتحله من تحت ايدي ازاي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ من حلت امه. مش هيخلصك من انت في سنين. ما انا عارف، بس هحرق قلبك عليه. اهو نكد بنكد بقى ونتنكد كلنا. تامر عيل صغير سليم، صحيح طويش، بس اقسم بالله العظيم عيل صغير. ازياد برضه كان عيل صغير، ولادك كانت عيله صغيره، بس ضفر عيل من دول برقبه ابنك الحيوان. وزياد كمان على فكرة ما كانش عندها غيره، ومنادى ما كانش عندها غيرها، وأم أنا كمان ما عندهاش غيري. جرب بقى حرقة القلب. بس أنت مش هتقتل وتقتل، مش هتقتله صح؟ دلوقتي مش هتقتل وتقتل، مش كده؟ ده أنتوا خليتوا الدنيا كلها تقول عليا سفاح. سليم الأنصاري بلطجي، بس أنا مش محتاج أقتله، عشان دلوقتي معايا الدليل ان انا احبسه. بس دليل ايه؟ صحيح، ما احنا الكلام خدنا ونسيت اقول لك. التليفون ده عليه الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيخبط البت وبيموتها. انت جبت الفيديو ده منين؟ الفيديو ده مش موجود مع حد غير مع زناتي بس. ما زناتي اللي اداهولي. زناتي جالي وعرض على اي عرض يرضينا احنا الاثنين، بس انا قلت اعمل باصلي واجيلك. جايز الاقي عندك عرض احسن، وهو انت اولى. قلت ايه؟ لو عايز تسمع اقعد، اقعد ورايح ظهرك واسمع الكلمتين. وحياة النبي ما تحط في نفسك كده، بكره هتفوق وتحلى. مش باين يا صفاء. ليه بس كده؟ ما دينا قاعدين هنا هم متداريين لحد ما ربنا يفرجها. يفرجها ازاي بس وكلاب السكك بتجري ورايا في كل حته يا صفاء؟ مفيش حد يا اخويا بيجري وراك غير هباب البرك اللي اسمه سليم ده، وبكره ان شاء الله تخلص منه. الحوار ما بقاش في سليم بس يا صفاء، انا مش مطمن لحبستنا هنا. ليه؟ انت مش قلت لي ان نشأة المحامي مطمن للمطرح هنا؟ اه بس انا طول الوقت كان اللي جام في ايدي صفاء، لكن دلوقتي هم اللي مخبيني وهم اللي عارفين مكاني، وانا قاعد هنا معرفش حاجه. ايه اللي هيحصل؟ معرفش يا صفاء، بس انا الاول كنت ماسكهم من زمره رقابيهم، لكن دلوقتي حاسس ان هم راكبيني ومدلدين رجليهم، ودول ولاد كلب ساعه الجد يبيعوا ابوه. طيب انت مش لسه معاك الفيديو؟ خلاص بقى هتخاف من ايه؟ الفيديو ده هو الحاجه الوحيده اللي مطمناني، عشان لو حد فكر يقلب عقله معايا اطربقها على دماغ الكل. شكلك كده مش مصدقني. خلاص براحتك، اروح ادور على حد يصدقني. ولا ادور ليه؟ ما زلاتي مصدقني والدنيا حلوه والكلام عاجبه. انت متخيل ان زناتي هيقف معاك؟ اذا كان خلاصك في ان زناتي يشيل شيلته، وبعدين انت طارق مع زناتي مش معايا انا. ده انا كنت فاكرك معلم. الصحوبيه عمرها لا بتدوم ولا العداوه بتدوم. طب انت هتستفاد ايه لما تحبس ابني؟
إذا كنت أنت كده كده هتشيل تهمة قتل زياد. لا ما أنا مش هشيل حاجة. يعني أنت عاوز تفهمني إن زناتي هيتسجن بدالك وهتسجنوا ابني كمان؟ ما تظبط كلامك يا سليم بيه. لا يا حاج لطفي، ما زناتي مش هتحبس. أمال مين اللي هيشيل قضية قتل زياد؟ أمي؟ لا، رفاعي. رفاعي؟ أه رفاعي. ما الواد زناتي ده طلع ابن كنية. لما لقى إن هو مش هيوصل معايا لحاجة جه لحد عندي وحط إيده في إيدي. اتفق معايا يسلمني الفيديو وأنا أثبت إن كلامي صح وإن زياد كان جاي يشهد على تاني. وإن أنا وهو بقى نشهد عليك إن أنت اتفقت مع رفاعي إن يقتل الواد زياد. أقول لك بقى الكبيرة، ده إحنا مش بعيد نطلعك إن أنت اللي قتلت رفاعي. نعم يا أخوي؟ أه والله. وجيت الحق عجبتني الفكرة. رفاعي ساعتها كان نبطشي وسهل جدا إن إحنا نثبتها عليه. بعدين مش هيحصل له حاجة تاني، ما هو مات خلاص. وزناتي بقى حلال عليه الفلوس وأنا أرجع شغلي والدنيا تبقى تمام. حلوة الفكرة، مش كده؟ لا مش حلو. ليه؟ لأن مفيش أي حاجة تثبت إن أنا ليا أي علاقة بالحكاية اللي أنت بتقولها دي. أه صح، ما أنا نسيت أقول لك. ما هو زناتي هيشهد عليك إنه اكتشف كل ده بعد موت رفاعي. بعدين هيطلع لمرات رفاعي يديها قرشين عشان تقول نفس الكلام. بعد الحكومة تروح بيت رفاعي تلاقي التليفون عليه الفيديو في بيت رفاعي اللي زناتي خباه هناك. بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك انت بالتفاصيل دي كلها. انا ظبطت كل حاجة ان انت تشيل ليلة وتحاسب على المشاريع. ده غير حماد بقى، بعد ما عرف ان ابنك ماشي مع مرات ابنه اكيد مش هيساعدك. انت اللي بعت له الصورة؟ ايه رأيك؟ الضمة قفلت على صباحك. طب لما انت مالي ايدك او كده خطفت ابني ليه؟ انت عايز تتشفى فيه وخلاص يا حاج لطفي. انا لو عايز اتشفى فيك قدام العمر كله وانا قاعد على مكتبي وبتفرج عليك انت وابنك وانتوا محبوسين، بس الحل ما عجبنيش. بعدين زي ما انت قلت انا طاري مع زناتي، اللي يهمني زناتي تحبس وانا اطلع بره. طب لما انت عارف كده رايح تتفق معاه ليه؟ انا ما رحتلوش، زناتي هو اللي جالي. بس انا قلت اجي لك انت راجل كبير، عيب ما تروحش لحد، يمكن الاقي عندك حل احسن. صح صح. قدامك دقيقتين تفكر في حل وترد عليا.